مساء الخير، مساء الخير لكل اللي عم يتابعونا عبر موقع بصراحة الفني. حلقة جديدة اليوم نستار قبل الإفطار وضيفة جديدة الممثلة رين أشقر. ثواني، والممثلة رين أشقر رح تنضم لنا. أنا بهالوقت رح قلكن رمضان كريم وين ما كنتوا عم تتابعونا بلبنان والعالم. بهيدا الوقت لكل اللي انضموا لنا بدي قلكن شاركونا أسئلتكن للممثلة رين اللي هي ثواني ورح تنضم على اللايف. المتابعين مساء الخير لكل اللي فاتوا. هاي هاي ماري، هاي فانيسا، هاي رين. هاي رمضان هاي كريم. رمضان كريم عليك وعلى الجميع يا رب. يعطيك العافية. نحن عرفنا بعدكم عم تصوري الباشا وبعدكم كنتوا بالتصوير وبعدكم عم بتصوروا لهلا، مزبوط؟ مزبوط، ومن حظنا انه اليوم ساعه بداي اوف ف بيرفكت. ريدي رين؟ يلا ام ريدي. خلينا بس لكان انضم لنا بعد عدد من المتابعين، بتعرفي من عندك ومن موقع بصراحه، حتى ما يكونوا عم يقفوا شيء من الحلقه. رح حيي رغد اللي رح حيي كل المتابعين، اسراء، روي، فانيسا، لينا، ماري من كندا متابعة دائمة للبرنامج، روني بيقول لك هلو رين، بيرلا بونسوار، مساء الخير للكل، كلكم بتجننوا. بعد شوي بنرجع بنعمل هيك جولة سريعة على الأسئلة. هاي تشيك، هاي للكل. ريدي رين؟ يلا ريدي. رين أشقر مغنية وممثلة لبنانية خريجة الجامعة اللبنانية بالتمثيل. بلشت مشوارك الفني بالغناء ومن ثم انضميت للممثل والفنان ماريو باسيل بالمسرح الكوميدي. رجعت شاركت بعد فترة كمان خطة تجربة رقص النجوم، وبرصيدك الدرامي مجموعة من المسلسلات منا أصحاب ثلاثة، الحرام، موت أميرة، والباشا بالجزء الثالث اللي عم ينعرض حاليا على شاشة الجديد. ومن هون رح نبلش ونسألك قديه وقوفك أمام الباشا رشيد عسيف كان إضافة لمسيرتك الدرامية؟ أكيد الوقوف بوجه ممثل قدير مثل الأستاذ رشيد عسيف هي مسؤولية بحد ذاتها. أنا لما عرفت أنه بده يكون البطل وعم بلعب بوجهه بالباشا أكيد أعتبرت هام، يعني لأنه خفت بدي اتعرف عليه، بدي اتعرف على الكاركتير تبعه، خاصة انه هو مخضرم تاريخ يعني. لا هو صراحة كثير ريحني وكثير حكينا قبل ما نفوت بالتصوير يعني، وهو انسان شخص كثير لذيذ على الصعيد الشخصي وكثير حبوب وقريب للقلب. فهو صراحة ساعدني وشجعني وقال لي انه بدنا نعمل شغل كتير حلو سوا، وهذا الشيء اعطاني البوش انه لا عم بقوينا يعني، وفتنا بالدور. رين، عنا تحية لك من دبل ايت برودكشن، تحية لك من الامريكا، تحية لك كمان من الاعلامية رئيس التحرير موقع بصراحة باتريسيا هاشم، بتقول لك عندي ضعف عليك رين بتجنني. حبيبة قلبي باتريسيا، اي لاف يو سو ماتش. بيزويات تحية. هاي أكيد. شو اللي جذبك لقبول دور هيفا؟ لما حكينا المنتج الأستاذ مروان حداد، بوجه له تحية كمان بخصوص الدور. أنا بحب الأدوار يلي المركبة يلي فيها لعب على كذا حالة يعني وعلى كذا شخصية. وأنا ديجا لعبت هذا الدور بموت أميرة، بس بموت أميرة كان الشر المطلق يعني. لا هون في يعني انا مثل ما عم يحضروا العالم، في عندي عم ساعد ناس، عم بلعب على الكوماندا، عم بلعب على الباشا، على الكير. رين راح صوتك. رين يمكن في ديلي بالصوت، عم تسمعيني؟ بس للمتابعين، عم تسمعيني رين؟ بليز باتريسيا، جيك، ما ولا انا عم بسمعك، ما بعرف.
وانا ما عم بسمعك. طب مش طالع الصوت، صوتي انا ولا الصوت ترين اللي منه طالع؟ ثاني ثاني ثاني. رين عم تسمعيني؟ صوتك رين اللي مش طالع، اظهري من اللايف وانا رح برجع اعمل لك انفايت. يلا ثواني. سوينا عم بتواصل مع الممثلة رين وترجع. اوكي، لكل اللي عم يتابعونا بنعتذر على الخطأ التقني. سوينا بترجع رين تنضم لنا، بس طمنوني عم تسمعوني لإلي. و رين ثواني بترجع بتنضم لإلنا. هاي، سوري اجاني تليفون ما بعرف ما هي هو بيروح الصوت. قطع. اوكي بس حطي التليفون سايلنت هيك، شو ما بيجيك يو ديكلاين ات ما بعود يقطع الصوت عندك باللايف. ما انا سايلنت هول حبيبتي التبس على الهواء. ما بعرف انا لايف. اوكي لنرجع، كنا عم نحكي عن دورك بهيفا، قلت بيشبه دور اللي لعبتيه بموت اميره، بس هون شوي مختلف لانه عم بتساعدي. في شوي اختلاف، دورك شرير منه هين، بيشبه دورك بدور اميره. ما بتحب تنوعي بالادوار ولا ثاقبت الدورين بيشبهوا بعضهم يعني؟ بلا بحب اكيد نوع بالادوار، بس يعني بحب هذا الدور صراحه، يعني بحب يكون دور مركب وانه يعلم لانه برتاح فيه، يعني نعم. بحس هودي الادوار. انا بقرا مثلا الناس بشوف دغري بصير بتخيل هي شو عم تعمل قبل ما تفوت على، يعني قبل ما تصير على الستات، فبصير دغري بتخيل انه هي كيف عم تشتغل مع هالشخصيه او مع هذا الممثل او هيك، فبعيشها يعني للحاله. والحمد لله يعني عم تطلع نتيجة حلوة وعم ينبسطوا فيها العالم. عم تطلع نتيجة حلوة. لا، من ناحية الأدوار بدنا نرجع بعد شوي نحكي عن الشغل الكوميدي وعن الأدوار الكوميدية، بس خبرينا، هذا مش أول تعاون مع شركة مروة جروب والمنتج مروان حديد، خبرينا أكثر عن تعاونكم، عن التعاون الدائم، كيف علاقتك مع شركة الإنتاج؟ اول شيء مروه جروب انا بحس حالي ببيتي صراحه، يعني انا صار لنا فتره عم نشتغل بكذا عمل والاستاذ مروان حداد بيثق فيي، فدائما بحس انه بيعطيني ثقته بالادوار اللي عم يعطيني اياها. هلا صحيح في ادوار انا بكون عطاني اياها ما كثير انه بتكون نعتني او حبتها، بس انه خلص انه بدي فوت بكون عجبني المسلسل، يعني كأو جنرال يعني بكون عجبني، بس يكون في دور هيك كبير وقوي لا بقول له مروان خلص هيدا بدي اياه، يعني لو شو ما صار. نحن بحس انه نحن ما في كونترا بيناتنا، عادي انه بس يكون في عنده عمل بيحكينا اذا كنت افيلبل مثلا باخذه، اذا لا ما باخذه. يعني انا بشتغل مع الكل، يعني ماني حصريا يعني مع حدا معين، بس اكيد يعني برتاح كثير بشركه مروه جروب، خلص انه بحس حالي انه عائلتي. هيك وفي دائما تعاون، وعم يكون تعاون ناجح، وان شاء الله على طول بيكون النجاح حليفكم بشركه مروه جروب ومع بكل عمل بتعملوه. من بعد ما حقق المسلسل نجاح كبير بالجزء الاول والثاني، قد ايه هالشيء شجعك لقبول الدور، وخاصه انه دور بطوله وانتزعت البطوله من جيهان الخماس او جيتي من بعدها؟ لا انا ما انتزعت بطوله من وجه حدا صراحه، لانه اول شيء هذا الجزء كل الشخصيات اللي فيه جديده، يعني المحل الاندروا جديد، يعني الاسباس جديد كله جديد. نحن عم نحكي عن زمن الفرنسويه قبل كان زمن العثمانيه،
ودخول الكوماندان والكابيتان، يعني كلنا فايتين ناس جديده يعني، وكل جزء اخذ حقه بالمسلين يعني. في ناس تغيروا، في ناس بقيوا، فهيك يعني انا شخصيه جديده فايته. ولا بالعكس، شجعك نجاح المسلسل بأول جزئين تاخد الدور بالجزء الثالث؟ يعني هذا الشيء بحمس الممثل؟ تحمست ايه اكيد، تشجعك؟ لانه مسلسل الباشا ضارب ضربته يعني، ما في حدا ما عم يحضره يعني. كل يلي بعرفهم او حسب ما عم شوف على السوشيال ميديا او الريتنج او التي في، انه عم ينحضر بشكل كبير. فانا قلت انه طيب شو الدور يلي انا بدي العبه؟ طيب من بعد هالجزئين القويه يعني، شو الدور الثالث يعني بالجزء الثالث شو بده يكون؟ فطلعت قريت انه لا، الدور كثير حلو، دور قوي كمان، في عندها هي ميشن يعني، جايه كرمالها يعني، كرمال في يعني بينه وبين الباشا يعني، حاطين راسهم براس بعض يعني. وتحمست يعني، مش غلط يعني، والحمد لله عم نتيجه حلوه يعني. عم نشوفك بتياب بتعود لحقبة معينة اللي هي فترة الانتداب بلبنان، وعم تطلي بصورة كتير حلوة بعدسة المخرج مكرم الريس، بنوجه له تحية. أكيد بتحبي تخوضي أدوار بترجع لحقبة معينة من الزمن اللي فيها أكسسوار ولبس معين وشابو وخبار؟ أول شيء بتوجه تحية لمكرم الريس، بدي أقول له يعطيك العافية على كل هالجهد الكبير اللي عم تعمله. نحن خاصة أنا عم نصور بفترة ضيقة وكتير صغيرة يعني، خاصة طالعين هلا يعني لايف على رمضان يعني، فبرافو عليه على كل شيء عم يعمله، خاصة أول تجربة إخراجية له بهالضخامة. وكمان بدي أوجه كمان تحية للدي أو بي كمان جوزيف سكر، لأنه لولا نحن كمان ما بنطلع بهالضوء الحلو، ومضوينا بطريقة روعة، فكلهم عم يتعبوا يعني على هذا الشيء. بخصوص الايبوك، انا بحس حالي بالايام، انا بحس حالي بالحياه الثانيه كنت عايشه يمكن ايام قبل، ما بعرف، لانه بحس الايبوك اللي بدنا لابس يعني بحبه اكثر من المودرن اكيد يعني. بحب الاكسسوار، بحب الشخصيه، بحب الزمن اللي انا رجعت عليه. وبدي اقول شغله كمان، انه لبست ثياب امي يعني، في مطار معينه كان عندها اياهم، هي من ايام الناينتيز والايتيز، قلت لها فرجيني شو بعد في عندك اخبار، ففي مطارح لبستهم، فهذا الشيء هيك بسطني عم برجع البس ثياب الماما يعني. اللي بقلك كتير وهيك عم تطلي بصورة كتير حلوة. رين بي ايه تفضلي. فكل شيء انا هيك ايبوك، حتى بحب القصص الهستوريك يعني، ايام مثلا اذا في شيء من 1800 1700، هودي الفساتين والبريوك وهيك، لا يعني يا ريت اذا بيجيني شيء هيك دور هالقد يعني، يكون هيك ضخم دغري يعني، فوت فيه اول ذا واي. بتحبي بموت أميرة قدمت شخصية هنادي الشريرة وحصدت تفاعل كتير كبير، وكتير دورك عمل أثر بالمشاهد. خبرينا شوي وين صار الجزء الثاني؟ هل في جزء ثاني حكي فيه؟ هل ألغي كليا ولا معقول يرجع ينعمل؟ حسب ما بعرف انه بعتقد ما بقى في جزء تاني، حسب ما اوكي عم بسمع يعني، انه خلص ما في جزء تاني، مع انه اكيد انا كنت كتير محمس عليه، لانه عرفت شو معقول يكون الجزء التاني يعني، شو عرفت شو مكتوب فيه يعني، بس خلص صارت ما بعرف. دوماج، الأدوار. نعم عم بقول كنت عم دوماج، تقولي شيء. ايه دوماج، العالم كانت ناطرين يرجع بعدهم يحضروا. لهلا بيسالوني انه شو صار بموت اميره، شو نهايتها، شو هيك، بقول لهم ما فيني دلت اقول، عايشة ما نفس ماتت، الوقت ما ما فيني، في جزء تاني. ما في جزء ثاني لا. طيب بمسلسل الحرام وموت أميرة ظهرت بأدوار شريرة، هل في سبب لاختيارك هيك أدوار ران؟ إنه دور بيصير سوري، الجدل، بتوصلي أسرع للجمهور؟ اجاني تليفون، رجعت حطيت اكس، بس شو السؤال ما لحقت. أوكي كنت عم بقول لك أخذت أدوار شريرة، وهي شكله حدا شايفك لايف وحابب يحكيكي على اللايف. ما بعرف، ولا انا لايف هلا بس خلص. اوكي لعبت دورين او اكثر من دورين كدور شريره، هل هالادوار بتصير للجدل لتوصل اسرع للجمهور وهذا سبب اختيارك لهيك ادوار، ولا بس لانه بمجرد حبيت الدور؟ دايما هو اصلا دور الشر، هو دايما الناس بتحكي فيه
انه هلا شو بدها تعمل، شو عم بتخطط، على مين عم تلعب، شو دوره، شو ناطرنا يعني بالحلقه الجايه. منشان هيك غير انه الناس انه شو بدها تحكي، يعني مش معقول كمان اكون عم بلعب دور الشر وما له عازه، يعني عم بلعب غلط او انه مش موصل الميسيون، انه شو بكون عم بعمل يعني. ف لا يعني الطريقه اللي عم بلعبها فيها وطريقه تنقيتها للدور انا بكون مبسوطه فيه، لانه بحب بين الدور اللي انا عم بلعب. مو بحب العب مثلا دور يكون عادي او انه هيك مثل مرور الكرام، لا، انه حلو الدور المركب والشر خاصه، يعني لانه دغري الناس تنطر يعني انه شو عم بحضر هلا الفيلن. يعني اشتركت بالمسرح الكوميدي مع الممثل ماريو باسيل، واليوم المسرح مسكر بسبب كورونا والإغلاق واللوك داون وكل الظروف اللي عم نقطع فيها. في حال رجع المسرح وقررت ترجع على المسرح الكوميدي، رح سمي لك أسماء كوميديين، خبريني مع مين بتحبي ترجعي في حال حبيت ترجع تشتغلي مسرح كوميدي. هشام حداد، ماريو باسيل، توني أبو جودة، فادي رعيدي، عادل كرم. انا كلهم صراحه، بس بوجه من تحيه، لا كلهم قوية وكلهم اسامي بالكوميك يعني واساتذه. بس انا شوي يعني صرت يعني اكثر صوب التي في، يعني اكثر من انه مسرح. سكرت على موضوع المسرح؟ مش سكرت، بس انه بحس هلا انه بروح بميل اكثر للدراما، يعني لانه انا بلاقي حالي هونيك اكثر، يعني اكثر من انه على المسرح مع يعني بالكوميك، يعني عرفت كيف. وانا دوري بالكوميدي نايت ما كان هالقد شيء كوميك، لا انا كنت انه بين غنى وبين رقص وبين يعني كله على بعضه، يعني هيدا ما في كنت تختاري اسم واحد من الاسماء اللي سميتهم؟ صراحة لا، انه كله كل حدا انه مطرح معين يعني بالكوميك، يعني فمشان هيك كل حدا عنده الخط تبعه. سوري شو معقولة تلعب دور كوميدي على الشاشة الصغيرة يعني بالمسلسلات؟ بحب كثير ايه، لانه اي دور معقولة يخليك هيك تقولي ايه بدي اخده مثلا؟ شو الفكرة اللي معقولة يجيك دور كوميدي معين تقبل الدور، انه تعملي خطوة بالكوميديا اكثر من الدراما؟ انا بعد ما اجينا دور بالكوميديا يعني، بس اذا كان النص مكتوب بطريقه حلوه، ما فيه يعني، ما هو في خط معين يعني بيكون بين الكوميك وبين التهريج وبين السقاله، يعني اذا كان مكتوب بطريقه كتير مدروسه يعني وكتير لذيذه وقريب للقلب وهيك، لا انا فوت فيها، يعني لانه انا بطبيعتي بحب الضحك وبحب المزح وعندي روح النكته يعني. ايه مش غلط، في نتمنى يعني مسلسل كوميدي، حلو حلو نعمل نقلة شوي يعني عن الدراما. يعني في مسلسل كوميدي زوج تحت الإقامة الجبرية اللي عم تمثل فيه الممثلة نتين الراسي وزياد برشي، رانيا عيسى، هبة نور وغيرهم كتار، عم تلحقي تحضري شيء ولا لا؟ صراحة ما عم بحضر شيء أبدا، لأنه نحن أنجا نحن كل يوم عم نصور من عبكرة العشية، ما عم نعرف من الليل من النهار. زمطت من كثير اسئله بس رح جرب ارجع. لا عن جد بتعرف انه حتى الباشا عم بحضره على يوتيوب، ما عم بقدر احضره على التي في. لا لا لهالدرجه يعني، تخيل المسلسل تبعنا وما عم بحضره. بس اكيد يعني انا بحب تابع يعني، وبس يخلص رمضان انا برجع بعمل لهم جرده يعني كلهم سوا للمسلسلات اكيد. رين، بتعتقدي انه اسمك اليوم حقق الشهرة المطلوبة أو اللي بتطمحي لها ولا بعده المشوار طويل؟ لا بعدنا بأول الطريق أكيد، بعد بكير يعني، بعدنا في مخطط يعني صار لي يعني تقريبا شي 5 سنين، يعني بعدني حدا جديد، بس إنه بعتبر حالي يعني ماشي بالطريق الصح. اوكي، شو اللي ناقص اليوم، انه او في بلان معين، في استراتيجيه معينه، كيف عم بتطوري اليوم الادوار او كيف بتاخذ الدور؟ عم في دورات مثلا تخضع لدورات مع ترينرز لتلعبي دور احسن تطوري موهبتك لتوصلي لمحل ما انت رسمتي؟ لانه المسرح رح نحكي بعد شوي على الغنى، بس اذا قلنا ما في بقى مسرح بدك تركزي على الدراما، شو البلان لتحقق الشهرة والاسم اللي انت حبه او رسمتيه؟ هلا اكيد ما في ممثل ما بحب يكون معروف عربيا،
لهلا انا مسلسلتي عم باخذها لوكال، يعني بس بلبنان، وانا حدا كثير بشتغل على حالي. يعني انا صراحه كنت عم فكر كفي ماسترز السنه الجايه، يعني بالجامعه، بس بدي اشوف حسب الوقت كيف. وخاصه بس يكون في عندي دور بعمل كثير اكزرسيسات، بتمرن، مثلا بكون ماشي على السيت عم بحكي بحالي، يعني بكون عم بعمل الاكزرسيسات. يعني بعتقد انه ما بعرف ليك، انا صراحه في مثل بالفرنسي بيقول اكي سي اتوندر لو تان اوفر لي بورت، للي بيعرف ينطر الوقت بيفتح البواب. انا عم بعمل صحيح. اللي علي، الحظ مش انا بخترعه للحظ، الحظ بيخلق مع الانسان. هلا انا وين بعدين بصير ما بعرف، يعني عم بعمل اللي علي، عم بعمل الادوار اللي عم بطريقه حلوه، شو بصير بعدين انا إن ما شاء الله بعرف. إن شاء الله يعني بيصير اكيد كل شيء بتمنى حلو. انه اكون انه بالشغل اللي عم بعمله، بالتعب اللي عن جد عم بتعبه وعم قدمه، انه اكيد كون باعمال عربيه. اكيد بتظن انه بينقص الدور اللي بشرقت مثل ما بيقولوا بالعاميه، الدور اللي بشرقت الواحد يبرز او يبين ويبلش بتصنيفات من وقتها، ولا لا؟ يعني هي كل العوامل سوا اللي بتشتغل لتحقق الاشياء اللي بدك اياها. باكج، اكيد كله مع بعضه، كله بس يكون شيء مدروس 100% ويكون معروف، يعني كله دقائق ذات كيف، يعني كيف تكون مبكل الخبرية. اكيد واحد بيوصل، والرزق من عند الله صراحة. ما انا هيك بفكر، يعني أكيد يعني ماني أكيد حدا انا انه بقول يا الله انه انا ليه بعد ما اجتني هيدي الفرصة، انه ليش انه بعدني هيك وبعدني لوكل وهيك. لا، انا بشتغل ستيب باي ستيب، يعني مصالحة كثير مع حالي وبعدنا باول الطريق. و الله يوفقك، وان شاء الله بتحققي كل شيء بدك اياه ران، لانه اللي بيحكي بهيدي الطريقه واللي راسم طريقه صح وعارف هو وين ولوين واصل اكيد بيوصل، وان شاء الله بتوصلي لكل شيء راسمتيه لان انا وبتتمنيه. شغله مش بايدي، يعني مش انه انا مثلا بقرر يا الله انه هلا في عندي هذا المسلسل كيرت فيني يكون فيه هيك، خلص انه ما هن بالنهايه انه المنتجين عم يحضروا. ما انا حدا كثير متصالح مع حالي، يعني انه شغله كثير طبيعيه واقعيه، انه عم بشوفوا هيك، بهمهم بدي بيحكوني، ما بهمهم ما بيحكوني، يعني هالقد، يعني شغله كثير عاديه بالنسبه لإلي. خبرينا عن تواجدك على السات مع الممثل مازن معظم والممثل وجيه صقر، أغلب أدواركم سوا، كيف كانت أجواء التصوير؟ كيف التجربة مع هالممثلين اللبنانيين؟ اول شيء انا بحبهم كثير، ونحن اصحاب من قبل ما نكون نحن عم نمثل سوا، يعني وهذا الشيء كثير مهم. لما يكون تجمعك صداقه قويه بين الممثلين وتفوتوا على ست تكونوا عم تمثلوا، يعني بكون انا عم مثل عادي، يعني مثل كانه مش عم مثل، انه نعم كثير مرتاحه هالقد بكون بوجه الشخص. وخاصه لما قال لي استاذ مروان انه رح يكون في وجيه ومازن، انا صراحه كثير ارتحت، لانه فيهم يعني كثير بيعطوني انرجي بوزيتيف، وكثير بحبوني وانا بحبهم. وخاصه الدور ثلاثتنا يعني اللي عم نعمله كمان، كيف انه انا مثلا عم بلعب على دو... على ال... على ال... على الكوماندان، وانا بحبه للكابيتان. كلها مع بعضهم. امبارح كمان كنا عم نعمل دور ثلاثتنا مع بعضنا، يعني بنفس المشهد، وكل ما نخلص مشهد بنضحك وبنصير نقول هون كان لازم نعمل هيك وهون هيك. لا، نحن كثير اصحاب، بحبهم كثير من قلبي يعني. وانا مازن بنحييهم افتتحت انا كله. وياه بموت اميره كمان، فحبيب قلبي يعني، وجيه كمان. بأيار 2018 كتب موقع بصراحة مقال عنك حمل عنوان ران الأشقر، احفظوا هذا الاسم القادم بقوة إلى عالم الدراما، وكان بوقت عم نعرض مسلسل موت أميرة وبرزت قدراتك التمثيلية. اليوم وبعد أكثر من سنتين على المقال، وين أنت بعالم الدراما ران؟ اول شيء هو من بعد موت اميره، يعني بعد سنه بتعرف انه قطعنا بكورونا، وقطعنا بثوره، وقطعنا بتسكير بلد، وبكثير مشاكل. يعني مش بس انا انه كنت ماني عم بشتغل، يعني انه وقفت، يعني بحس انه وقف كل شيء بالبلد. فهيدي هي الفتره يلي قطعنا فيها، هي وقفت كل شيء. هلا عم نرجع نبلش عن جديد، وكمان يعني دخولي بمسلسل الباشا مفروض يعني انه يعمل نقله نوعيه، يعني
بالدرام معي يعني انا عم بحكي، فان شاء الله ان شاء الله ان خير. شاء الله. انا يعني ماني من النوع، انا كثير بحب الشغل وكثير بشتغل يعني، فماني حدا كسلان او بيقعد بالبيت او هيك. كنت اصلا بهيدي الفتره عم كفي جامعه يعني، فما وقفت يعني. بنفس الوقت بعز الكورونا والثوره وهيك انا كنت عم كفي اونلاين بالدرس يعني. ان شاء الله هلا من بعد دور الباشا انه يكون في شيء لقدام. ان شاء الله ان شاء الله. شاركت ببرنامج رقص النجوم، هل بتعتقد انه المشاركه بهيك برامج بتفيد الممثل ولا بتقطع مرور الكرام بعد بس يخلص البرامج بينسوا العالم وخلصت يعني رهجه الى وقتها وبتخلص؟ هلا كل شيء بينتسى يعني، عرفت انه الناس يعني بتنسى بنهايه، ما هي الحياه بتكفي وشغله بتنسي شغله. انا عم بحكي عن حالي، انا كثير استفدت لانه استفدت بجسمي بطريقه وقوفي قدام الكاميرا بالرقص. هذا كان تحدي بالنسبه لي انه عم برقص سامبا، عم برقص تانجو، انه حقيقه انا كنت افكر فيه هودي لا هذبولي جسمي مثل ما بيقولوا. وهذا بفيد كثير الممثل بالوقفه بالنفس بالركض. كانت اكسبيرينس كثير حلوه، وانا برجع بعيده يعني، هلا مش ضروري بدانسينج بس انا برجع بعيده، انا برجع بتمرن يعني وصل لك السؤال التالي. من بعد الغناء مثل ما ذكرت انه بتغني، وهل ماني عامله التمثيل اغاني لإلي، بس انه ايه قطعت بفتره كنت انا كنت ايه عم غني بي. هل التمثيل اخذك كليا او سرقك كليا من الغناء؟ لا لانه كانت هوبي بالنسبه لإلي، انه ما كانت انه مهنتي اللي بدي ضلني فيها كل حياتي يعني، كانت لفتره معينه. وكان عندي بلان انا انه اعمل تنقول مثلا غنيه او هيك، بس شفت وضع البلد وانا ما بحب اعمل فوبا، ما بحب اعمل ستيب ناقصه يعني، ففتت كفيت انا بالشيء اللي انا كمان درسته يعني بالتمثيل وماشي فيها. هلا ما بعرف بعدين شو بيصير، معقول بس تكون عم تحضر الشيء على نار هادية وناطرة الوقت المناسب، ولا هلأ بس الفوكس على الدراما والتمثيل؟ ما هي لو نحن بالبلد الوضع بيساعد، عرفت بتفوت بخبار، بس ما المشكلة مش قادرين نعمل شيء يعني. فينا نفكر بكذا بلان وفيك انت تفكر بكذا بلان، بتقدر تعمله؟ مالك ما هي الدنيا ضدنا، هيدي هي الشغلة. يعني نحن قديش بنكون عم نقرب، قديش في قصص ترجعنا لورا. بفكر اكيد بفكر، بس يعني عصفور بالايد ولا عشرة على الشجرة يعني مثل ما بيقولوا. انا هلا ماسكة شغلي بالدراما، شو بيجي بعدين مش غلط يعني. معقولة تسمعينا هيك شيء نسمع جمهور صوتك شيء لحظة حلو؟ بس بدي أقول شغلة إنه أنا اليوم هلا مش حجة، بس ليك لكيناكس على الترشيح مش طالع سلامتك، صوتي بس عشان ما تكون عاملة كورونا انتبهي. لا عملت الرابيد تيست، قطعت اليوم عملته وما في شيء، بس أكيد نكست تايم يعني، لأنه بكون مرتاحة اوكي أكثر. بس عن جد بحترم مش من ده حجة مثل الشيء ما بيقولوا رن. يعني، إنه مرشحة هيك لا أحلك اكيد اكيد سلامتك، والماي بس يعني من التمثيل لرأس النجوم للغناء، عندك شي طموح لتقدمي عمل مثلا استعراضي او فكرتي بهيك شي ولا لا؟ اكيد بفكر اكيد. يعني ان شاء الله اذا درسناها مزبوط وهيك يعني، كله بتوقف مثل ما قلت لك على وضع البلد، لانه باكج كمان انه من الغنى للرقص للتمثيل، ما اوريدي انا بعرفهم يعني وعندي اياهم، فاذا بيجوا كلهم مع بعضهم مش غلط. وانا بحب كمان صراحه حسب ما بيقولوا لي مثلا بالجامعه والاساتذه او هيك، انه ليه ما بتفوتي بتقديم البرامج او كمان بفكر فيها يعني، مش يعني كل شيء هيك دومين تي في انا حب يعني. بيستهويكي؟ ايه حتى في مره فكرت انه ليه ما بعمل مذيعه اخبار انا، لانه كمان بالكره بدك الاثنين بسبع الكرات، بدنا كيف ما نبرم الشانل نشوف ران أشقر. ايه يعني مش غلط انه ران بتزعلي انه في ممثلين بلشوا طريقهم مثل مثلا دانيلا رحمي، ستيفاني صليبا، اخذوا فرصتهم وانت بعدك ما اخذت فرصتك؟ ما عم برجع بقول لك انه هي قصه كيف واحد هو وحظه، انا هيك بفكر يعني، هالقد متصالحه مع هذا الموضوع. اكيد الله يوفقهم كلهم يعني. انا يمكن هلا يمكن انضل هيك، ما بعرف، يمكن بعدين ما بعرف وين سيب، بس بفكر بقول انه حسب ما بتقول الناس انه بستاهل انه اكون كمان انه بغير مطرح. اكيد بتستاهلي وبرجع والله بعيده يوفقك. للمثل اكيد سي اتوندر لو تان اوفر لي بورت.
ان شاء الله بتفتح كل الابواب اللي بتحلمي فيها بحياتك. اذا خيروك بين دورين بموت اميره او دورك بالباشا، اي دور بتفضلي؟ اثنيناتهم بحبهم كثير، بس كل وحده شيء. يعني دور الباشا بكون عندي قصه حب، انا اول مره بعيش قصه حب صراحه بمسلسل. هذه هي الشيء الجديد اللي انا عم اعيشه، لانه بالمسلسلات اللي صرت اعملها ولا مره كان عندي انا قصه حب، دائما كان عندي انا هي عم تضحك عليها وعم عم بتفرق الكيل وعم تضحك على الكيل وبدك. فهالمره لا، انه عن جد عم بسمع كلمه بحبك مثلا او انا بحبك، انه هذا الشيء الجديد وحلو. إذا اليوم مضطرة تستغني عن شيء بحياتك، شو هالشيء اللي بيكون؟ استغني عن شيء بحياتي انا؟ من اي ناحيه؟ حيالله شيء ممكن بيعني لك هذا كرمال سؤالك بالحياة، يعني بتستغني عن شيء كرمال شو؟ هيك قصدي. يمكن كرمال علاقة، زواج، يمكن يعني معقول يوم من الأيام إذا ارتبطتي وتزوجتي وطلب منك شريكك إنه تتخلي عن التمثيل مثلا، بتقبلي؟ يعني هو عم يتعرف علي انا ممثلة، ما عم يتعرف علي انا كنت بالجامعة او بالمدرسة او على الطريق، بيعرفني انا هيك، ف بده ياخذني بده يتقبلني مثل ما انا. الا اذا انا قررت انه انا اغير، يمكن صار في عائلة، صار في اولاد، صار في كثير مسؤوليات، هذا قراري انا باخذه، بس انا ما بجي بقول له غير شغلك، غير ضمانك، غير ما بعرف شو، بدنا نكون لا مع بعضنا يعني ب... 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 بالحياة يعني. من اول ما حطينا الاعلان، من اول ما حطينا الاعلان انه ضيفتنا، كذا صبيه سالتني بليز اسالنا ريم كيف بتحافظ على جسمها ورشاقتها. يعني هلا اذا بيشوفوني هلا بالمسلسل قدام صحانه. لا انه بعمل سبور كثير، بنتبه على اكلي، مع انه انا كثير بحب الاكل، كثير بتخبص بالاكل يعني صراحه، واتبوع بالليل بفوت على البراد شو في يلا باكل برجع بنام، بس يعني عندي بالجمعه بعمل 5 ايام سبور، 2 3 ساعات بالنهار يعني، وبشرب كثير مي، هيدا اهم شغله، بخفف ملح، ما باكل كثير ملح، يعني في قصص خبز وهيك، بهتم بوجهي بالكريمات بالماسكات، يعني انه طبيعي، بس هلا اذا بتشوفني احنا كيف على السات يعني. ايه اذا على السات هلا بتشوفني انا كيف عم باكل يعني عن جد يعني. قلت لي ما عم تلحق تتابع شيء مسلسلات، ما هيك؟ مزبوط، بس باتريسيا بعدت شيء بس. ما انا كمان ما كنت تسمعي بحبك بالمسلسلات بس عم تسمعيها بالحياة، هل انت مرتبطة اليوم رين اشقر؟ باتريسيا. بالحياة لا، كنت ايه ايه هلا سنجل يعني، سمعتك كذا مرة كلمة بحبك وانا قايلتها، بس هلا بالوقت الحالي لا. عم بتحضري شيء جديد بعد الباشا ولا لا؟ ايه انحكى معي بمسلسل يعني هلا، بس تنشوف اذا يعني كيف الوضع، اذا يعني بل عم بقرا يعني كرمال تنشوف اذا بفوت فيه ولا لا. اوكي، بس ما في شيء على النار يعني، بس بعدنا بمرحلة القراءة مع شركة مروة جروب. نعم، مع شركة مروة جروب. ايه مع مروة. اوكي، عرفنا انه اسمك انطرح وكان مرشح لمسلسل سنه 10 حب لرئيس التحرير باتريسيا هاشم، والمسلسل تاجل بسبب الاوضاع، خبرينا شو لفتك بالورق وقت قريتي، وبعدك مصممه انه تشاركي بهذا العمل؟ ما انا قبل ما اقرا العمل لما عرفت انه باتريسيا قلت اوكي. لانه اكيد باتريسيا كمان رح تكون حتى ثقتها فيي، ومش معقول تعطيني دور هي ما بتكون وثقانه فيه، اكيد بعدني عم فكر فيه، وخاصه انه اول كتابه لباتريسيا، وانا بشرفني انه باول كتابه لها انا اكون باول مسلسل فيه، فشو ما كان الدور انا رح اكون، اذا بعدها اكيد هي على بالها انه تكفي فيه يعني. ان شاء الله بيبصر النور المسلسل قريبا. نحن تاخرنا شوي على متابعينا، صار وقت الافطار، انا بدي اشكرك رن على هذا اللقاء الحلو، برق كثير لذيذ مثلك مثل ضحكتك الحلوه، بشكر متابعينك، بشكر متابعين موقع بصراحه، ضيفي بكره النجم الكوميدي والممثل هشام حداد، انطرونا بكره بنفس التوقيت الساعه 6:30، ورمضان كريم ران، وإذا حبيت وجهي إيه إيه سوري.
ايه الله يشكرك. انا كمان بدي اقول ميرسي كثير لك الي، انت كثير ميرسي. بروفيشنال صراحه، ومش ناطر شهادتي يعني، بس حدا كثير لذيذ ثانك يو. وكثير ريحتني بالانترفيو، وانا ما كثير بحب اعمل انترفيو الصراحه. فبدي اقول لك الله يوفقك وجود لك، ثانك يو. وانا كمان بشوفك يعني عم تكبر وتكبر بعد اكثر، ورمضان ثانك يو. كريم للكل. وان شاء الله عن جد هذا العيد بيكون خير بقى علينا، لانه تعبنا تعبنا من الظروف اللي عم نمرق فيها. باتريسيا انا كثير بحبك، والله يوفقك يا رب، وان شاء الله بنلتقى قريبا، وجود لك بصراحه، وان شاء الله من نجاح لنجاح اكبر. بشكرك على هالكلام الحلو، بشكرك على كل شيء قلتي، بتستاهل كل التوفيق. إلى اللقاء، ميرسي، باي باي باي. باي.